ماذا طبعا سمعنا ان في ضربايه كده حصلت مع عمر كمال وشفنا حاجات خلافات ما بينكم، ايه الموضوع؟ عمر كمال عملت معاه غنوه اسمها انتي قطتي انتاج مزيكا يا استاذ محمد جابر. الغنوه ما نجحتش خالص، هي عشان خاطر دايما الواحد لما بيبقى من جواه راضي قوي وربنا كرمه قوي او حاجه فبيشوف الحياه بشكل تاني. عمر جميل وانسان عسل بس بعيد عن الشغل، يعني عمر بعيد عن الشغل كويس جدا، انا بحبه جدا، لكن في الشغل عمري في حياتي ما هشتغل مع عمر كمال تاني لو اخر مطرب في مصر. ايه اللي حصل تحديدا خلاك تقول كده؟ نفسيه. مش عمر نفسيه، النفسيه دايما هي اللي بتحدد انت ده كويس او ده مش كويس. طب انا عملت مع حسن شاكوش غنوه دغدغه العالم، انت بس كنت مقرمشه طبعا، ما النفسيه كانت حلوه وعاملين اغاني تانية انا وحسن نازله. عمر عملنا غنوه يعني مثلا معلش حاجه من اللي حصلت مع عمر، دخلت مره لقيته بيغني اغنيه انت بس كنت مقرمشه مش بتاعته، بيقول لهم انا سمعكوا اخر اغنيه بتاعتي، بس كان اصلا عمر هي مش بتاعتك. طب انت ازاي بتغنيها مش بتاعتك؟ غنيها على فرقه، غنيها ماينس 1، غنيها اي حاجه، لكن ما تجيش تغني الغنوه بالشكل ده او يعني تشيل صوتنا وتحط صوتك وحاجات كده كتير حصلت مع عمر. انا عمري ما هشتغل مع عمر كمال تاني نهائي. طيب قبل ما نرجع لموضوع عمر كمال، انت اتكلمت ان في شغل مع حسن شاكوش، الشغل ده حاسس ان هو كتب له الفشل من قبل ما يبدا؟ انا وحسن شاكوش اللي هيجي الجديد بسبب اللي عمله حسن شاكوش مع طليقته وقصه ومراته. بيوت اسرار، انا مش عايز اتكلم عن القصه دي، هو ربنا يكرمه وربنا يكرمها وهم لسه ما انفصلوش. وعايز اقول لكم يا جماعه ان اقول لكم مفاجاه لينا، ان طارق شقلاشه اخويا وحبيب قلبي ده نجم العالم، العمر راح جمايل يا خساره الزمايل، انا قلبي منكم عبا، انا قلبي منكم شايل. طارق شقلاشه ده يا جماعه من الناس الجامدين قوي، انا كلمت طارق على فكره، انا قلت له يا طارق احنا عايزينك انا وشيبه معانا في الغنوه، ما تاخرش علينا وجي غنى معانا في الغنوه عشان دخولنا. انا اقف جنبكم ده شرف ليا طبعا، والله شرف ليا وقفتي جنبك كده. العمر راح جمايل، العمر راح جمايل، خساره غنوته. طبعا كبير يا علام طارق شقلاشه اخويا، وربنا يكرمك كلهم على الجديد بقى، كل سنه وانتم طيبين بقى. الجديد بقى احمد شيبه وحماده مجدي، شارع حياتي، حته ثانيه خالص، شارع حياتي، شارع حياتي ترند الوطن العربي ان شاء الله بامر الله. يا رب ان شاء الله. حبيبي عالمي خلي بالكم، الناس كلها كبير يا نجم العالم، والعمر راح جمايل، خساره الزمايل، قلبي منكم عاب، قلبي منكم شايل. حبيبي حبيبي صح، سنه طيبين. حماد عايز اعرف برضو منك موضوع شاكوش، مش عايزين نعديه، انت مش قلقان ان شغلك معاه ما يتشافش والناس تبتدي تاخد موقف من حسن؟ لا لا، وحسن ما عملش حاجه، احنا ما شفناش انت شفت حاجه؟ احنا شايفين من امبارح ستوريهات وبلاوي ومراته وعامله مشاكل جامده. احنا عايزين نقفل على الحته دي ليه؟ مش هينفع النهارده ان اي حد نقدر نتكلم عليه او نقدر نجيب في سيرته كده، ده بيوت اسرار، لكن لو في الشغل نتكلم، لكن الحاجات دي بالذات دي خصوصيات بيوت، حرام ان انت كفنان بيتك ما بينفصلش عن شغلك لو الناس عرفت. تمام. فانت بتبقى متحاسب على ده وعلى ده. والله انا مش قادر اتكلم عن الموضوع ده، والله بص أكيد. صدقني انا حسن بحبه جدا، وحسن اخويا، انا عملت قلت لك مع حسن شاكوش غنوه دغدغه العالم، وعملت ومكررين عاملين اغنيه اسمها صغنن، انا وحسن داخلين سهره الاسبوع الجاي. غنوه حلوه جدا، انا وعمر كمال مع عملنا غنوه مش هشتغل معاه تاني لو هو اخر مطرب في العالم. مش هشتغل معاه تاني، مش عشان حاجه، عشان هو بيوعد وعود وما بيفهم يعني، هو ربنا يرزقه ويكرمه ان شاء الله. طب ايه الوعد اللي وعدك بيه وخلفه تاني؟ لا عمر لا مش وعد جوه حاجه، الوعد ان هو يبقى انسان تمام وانسان كويس، وربنا يا رب يكرمه ورب العالمين، بس انا مش هشتغل مع عمر تاني. اكيد عمر كمال بالنسبه لي انا مش هشتغل معاه تاني خالص. طيب عايزين نتكلم عن المداح، كلمنا كده ايه اللي حصل وحمد هلال والشغل والتمثيل كله عموما؟ التمثيل جميل وخطوه كبيره وفي حياتي وانا حبيتها جدا جدا، دور ايمن، وان شاء الله رب العالمين استنونا في حاجات. النجم بيقول يلا. طب ما تيجي تقول له كلمه حلوه هنا، تعال قول لي كلمه حلوه. طيب كلمه حلوه يلا، عايزين نخلص نجم النجوم اهو. عملت شرح محمود، نجم النجوم يا جماعه اهو، نجم النجوم اهو يا جماعه حبيبي، ده يا جماعه يعني انا بالنسبه لي ده اقسم بالله ما كلام، رمز الاغنيه الشعبيه في العالم يا حبيبي. يا حمد في العالم حبيبي، اللي انا اقف جنب الراجل ده شرف ليا ولكل عيلتي كلها، اقسم بالله يا حبيبي. حمد مجدي وفي صوته كده واقتنعت اول ما قال لك على طول. حمد شخصيه جميله جدا وانا بحبه جدا، ربنا بيجعل فرشان نقول على طول مع بعض. الحمد لله الحمد لله. وعمر كمال اخويا برضو حبيبي، عمر حبيبه، ربنا بيجعل فرشان نقول. طب هم زعلان من عمر كمال؟ أنا لا لا ما زعلش، مش زعلان بس مش هشتغل معاه تاني يا عم، ما زعلش من ده حبيبي. انا هو حبيبي بس مش هشتغل معاه، هو حبيبك انت وحبيبنا بس انا مش هشتغل معاه، هو حبيبي على المستوى الشخصي انا قلت، لكن شغل عمري في حياتي مع هي. يا جماعه الاغاني بتبقى قرف، صدقوني ربنا سبحانه وتعالى لما بيشاور على غنوه تنجح بتنجح. صح صح، انا بتكلم غلط.